السلام عليكم. فمن خلال الاسئله ديال جوج الاخوان السي طارق والسي مهدي نحاول ان نمر عليهم باش نجاوب الاجوبه اللي تكون شافيه بالنسبه لكم. اعتقد لو راجا دو كازابلانكا ني با لا بارازار لو دوفان دو شامبيونا يافيك كيف لا كورس هما افيك لي فار ملي كتشوف ديكورتيك الجانب البشري انا جو بارل كل الجانب البشري فكتشوف انهم ميم لي رومبلاسون سون دي جوور دو تالون دو غران تالون دو غرو كاليبر دو غرو كاليبر دونك اون كومبار بلوز او موان انكومبارابل. انا كنهضر غير في ولو في الكم ماشي حتى في لا كاليتي غير في الكم. لان ملي كتشوف حسنيه حنا عانينا راكم حتى واحد ما كيخفى عليه الاشياء كيفاش دوزنا السنه كيفاش دوزنا باشياء هذا ولكن كان عندنا عوز فيما يخص الجانب البشري اللي ما كانش عندنا بتاتا. عندنا 14 لاعب سينيور و14 لاعب كون جو دي 14 جو جو دي با 14 غرو كاليبر جو بيز مي مو دونك اون ا في سكيل فالي فير اون اي تومبي دوفون ان اوغر لي لو راجا و لو راجا الي فوني با ما كاينش ما تفرقش المساله على النصف لابد ان متاهل وهذا واحد الذي انسحب من هذاك نتي انا في لا فيزيونومي كيفاش داز الماتش و في لو لا فورس دو ليكيب ادفيرس فكنعتقد انه كنبغي نهني فريق الرجاء البيضاوي على التاهل ديالو